ماما هي كل شيء بالنسبة لإلي عن جد. مش سهلة علي أبداً إنه هي تكون حاملة مسؤوليتنا كلنا، حاملة مسؤولية البيت ومسؤولية العائلة والعادات والتقاليد اللي كلها مرتبطين فيها. أوقات بيكون قرارها مش صحيح وأوقات بيكون صح. بوافق الرأي لأنه لو كنت أنا بمطرحها فأنا كنت حأخذ قرار يمكن نفس الشيء، وأمرار كون ضدها لأنه هي حدا عصبي أوقات وقلبه طيب أوقات، بس اللي بيغفر لها إنه قلبه طيب وهيدا اللي بحبه فيها. بقلها بحبك كتير وإنت حدا كتير بيعني لي، وبحس بكمية الحنان اللي بتعطيني إياها نكزة هيك أكتر من إخواتي. بقول الله يخلي لي إياكي وتضلك فوق راسنا لأنتي سند هيدا البيت، ومن دونك البيت ما بيسوى شيء. جمالك أنت. بحبك ماما.